Children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Peace be upon you. Home tutor is with you. You know, this lesson when Umar Khan uploaded, so there was one problem that cursor was going very much fast. So I thought it is not nice because children cannot understand. So again, I am uploading this and Umar Khan will read again. Over to Umar Khan. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل للذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ
التقى موسى لقومه فقلنا اضرب ربي عساك الحجر فانفجرت منه اثنتا أشرح أينا قد علم كل أناس مشربهم خلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أسفا كانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Children, he read lesson, so you revise it. Before there was the problem already he uploaded, but cursor was going fast, so that's why I thought that I should upload again. So it is this, inshallah, very
just in little time we will upload next lesson. Bye bye.